ورأفة بكم وبمسامعكم أو توقف عند هذا الحد، ولا يستطيع أحد أن ينكر عني مخاطبتكم بهذه اللهجة التي استعملتها لأنها أمازيغية جزائرية دستورتموها منذ أسابيع. من المؤكد يوجد في هذه القاعة النائب القبائلي الشاوي التارقي المزابي الشنوي والشلحي ذات الخمسة فرق. تصوروا لو خاطبكم كل بلهجته وهو على حق حسب الدستور الذي تصادقتم عليه منذ أسابيع، وهذا من الأسباب التي جعلتني أقول لا لدستور الفتنة. أحاول أن أترجم قليلا مما قلت كالتالي: أولا قلت أخاطبكم بالأمازيغية التي دستورتموها مؤخرا، وهذا شيء سيء لمستقبل هذا البلد. بربكم من يقنعني بأي لهجة سترسم الأمازيغية؟ هل بالقبائلية؟ هل بالشاوية؟ المزابية؟ بالتميهاق؟ بالشنوية؟ بالشلحة التي تنقسم إلى خمسة مناطق؟ وكيف تكون الكتابة؟ بالتفيناق؟ بالعربية أو بالرومانية؟ ناهيك عن الحساب. لو رسمنا إحدى هذه اللهجات تقوم فئة أخرى تقول نحن الأصل وهذه قنبلة موقوتة ناتجة عن قرارات ارتجالية غير محسوبة. أين جزائر العزة والكرامة التي